سنتحدث عن قائمة إعداد الحساب، وهي تحتوي على 4 شاشات: إعداد المحاسبة، إعداد رمز الحساب، إعداد دفتر الحساب، إعداد بداية الأرقام. نبدأ أولاً بشاشة إعداد المحاسبة، وهي لتفعيل أرقام مسلسلات منفردة لإيصالات الاستلام والدفع وقيود اليومية. نبدأ بالنقر على زر تحديث، ثم يمكنك تفعيل خيار الحفاظ على أرقام منفردة لإيصالات الاستلام والمدفوعات بالنقر في مربع التحديد. ثم يمكنك تفعيل خيار الحفاظ على أرقام منفردة لقيود اليومية بالنقر في مربع التحديد، ثم ننقر على خيار حفظ لحفظ التغييرات. ننتقل إلى الشاشة التالية. ثانياً، شاشة إعداد رمز الحساب، وهي تساعدك على تحديد عدد الخانات لكل مستوى من مستويات دليل الحساب، والذي بناء عليه يتم تحديد عدد الحسابات التي تستطيع إضافتها على كل مستوى من مستويات دليل الحسابات المكون من 9 مستويات. وللبدء في تحديد خانة كل مستوى من المستويات ننقر على خيار تحديث، ولتفعيل خيار الرمز التلقائي ننقر على مربع التحديد. بالطبع يوجد 9 مستويات، وعدد الخانات هو من يحدد عدد خانات رمز الحساب لكل مستوى من مستويات الحسابات أو عدد الحسابات التي تستطيع إضافتها بناء على تحديد الرمز لكل مستوى. 2 مثلا تعني 99 حساب، 3 تعني 999 حساب، و4 خانات تعني 9999 حساب، وهكذا. ثم ننقر على زر حفظ لحفظ التغييرات. ثالثاً، شاشة إعداد دفتر الحساب. من خلالها نقوم بتعريف النظام على دليل الحسابات الموجودة لدينا. لإعداد دفتر حساب ننقر على خيار تحديث. لتحديد حساب النقدية نقوم باختيار حساب الصندوق الرئيسي في حال وجود صندوق رئيسي متفرع منه عدة صناديق فرعية أخرى، والصندوق الفرعي في حال كان المتاح هو حساب صندوق وحيد فقط بإدخال رمزي أو اسم الحساب. لتحديد حساب الشيكات قم بإدخال رمزي أو اسم حساب الشيكات. لتحديد حساب الإيداع أدخل رمز أو اسم الحساب الذي سيتم عليه عمليات الإيداع. لتحديد حساب الحوالات أدخل رمز أو اسم الحساب الذي سيتم عليه الحوالات. لتحديد حساب البنك أدخل رمز أو اسم حساب البنوك الرئيسي. لتحديد حساب الربح والخسارة قم بإدخال رمزي أو اسم حساب الأرباح والخسائر. لتحديد حساب خفض القيمة أدخل رمز أو اسم حساب خفض القيمة. لتحديد حساب العميل قم بإدخال رمز أو اسم الحساب الرئيسي للعملاء. لتحديد حساب المورد قم بإدخال رمز الحساب الرئيسي للموردين. ثم انقر على زر حفظ لحفظ التغييرات. سوف تظهر رسالة تمت العملية بنجاح. رابعاً، شاشة إعداد بداية الأرقام. من خلال هذه الشاشة يمكنك تفعيل أو إلغاء تفعيل الترقيم التلقائي أو تحديد رقم البداية لكل عملية من عمليات المحاسبة المالية على حدة. وللبدء في ذلك ننقر على خيار تحديث، ثم يمكنك تفعيل أو إلغاء الترقيم التلقائي لكل عمليات المحاسبة بالتحديد أو إلغاء تحديد عمود الترقيم التلقائي. يمكنك تحديد رقم البداية لكل عملية من عمليات المحاسبة. ثم ننقر على خيار حفظ لحفظ التغييرات. وبذلك نكون قد انتهينا من قائمة إعدادات الحساب بالكامل.